السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، بعيدين عن الكورونا. طبعا اليوم قلت لكم بلعبة مقطع جديد، مش لعبة جديد، لعبة ببجي لايت. بلعبها أنا وزميلي اسمه عبد الإله أمرود، طبعا هو جنبي وكذا، قلنا نلعبها سواء أونلاين وإن شاء الله يعجبكم اللعب. طبعا إن شاء الله اذا ما متناش، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعم باللايك، واللي مشترك في القناة ينزل يشترك في القناة. انا ايش قلت؟ اللي مشترك في القناة ولا اللي مش مشترك في القناة؟ اللي يعني مش مشترك في القناة ينزل الان، عشان ما نطولش عليكم مقدمة ومقدمة وكذا. ويلا خلونا نبدأ نلعب. انا طفيت الصوت من هنا عشان تعرف اتكلم وكذا. ادخل نعدل الصوت نولع. يلا ليتس جو، انا جاهز. ليش انا طيب جالس فوق الكرسي وانت واقف؟ ليش انا جالس؟ تعال العب بدل ياسر. شوفوا الدوفين. والله ما انا داري كيف حشكني هنا. طيب يلا اقدلي بقى اقدلي بقى كده. والله طردونا احنا ببجي لايف. هذا دفوما طبعا بدون كلام، بس عرفتهم ان انا زعلت. قالوا ها لا الجيمر لا 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 شوف الدقة عندك ايه؟ هذا اللي دخلت. يلا انا كنت العب قد قتلوني. تحدك فين؟ على فكرة من اللعب لعبة استخبى، لو جبت انا بس لا تلفت الخريطة، لا تلفت الخريطة. ليش؟ أنا بس أشتغل.
اه مت. اكرهها يا اخي، صعبة والله. حصلت الأم. هذا انت اللي عندي ولا واحد؟ في واحد انا والله. انت كنت فوق الدور الثاني؟ ما فيش حاجة. في كار. في كار؟ وين سبته؟ عندي الانفار. ما ترحمش. وانا عندي الكار كمان. في واحد ما عنديش سلاح. تعال تعال قتلني، ما عندي سلاح. معك سلاح؟ تعال. قال وراي. ويلك قتلته؟ ما عندي السلاح. واو واحد كبي. اضربه. في واحد ورك، واحد ورك، واحد ورك. دكه هناك ورا شجرة. نزلت ابوه. ماش معي سلاح هو يضرب فيه. خليني السلاح اللي معه. من الذين وبنت وفاعل القصة دي كلها. واو على السلاح معه. السلاح الخبيث. خلينا عبي دمك. ما لو قعدت الاربع معي سلاح بف على واحدة لقصت لي دمي نص. ننطلق الان. دول بالقشطة. بو 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 بو
في واحد كمان، في واحد كمان مش عارف، شوف صورة ما في الخريطة هناك. ربي فجعني ابن الكلب، فينه؟ ابن الذين شو هذول الناس؟ عم انا طير لي بنفسي. واو واو من هم هذولا؟ عشر علي عشر علي عشر علي. لا تروح شو تروح شو، انتظر انتظر خلع بيده. قتلته قتلته ها؟ ايش السلاح اللي معه؟ اراكي هون فوق من فين ذا الارمو؟ ذاك واقي تقري بعده. ايوه معي. ماش معي. فين؟ معك؟ جيب. ماله صغير كذا. خلينا ندور سيارة يلا. فينه؟ قتلته؟ شليت الرصاص يا خبيث. زون يا زون. قري. فين موت؟ شي سيارة دروب ثاني. ايش؟ تعال في جنب السيارة. فرع تعال. معك اثنين؟ فين ذاك 240؟ دق دق. لا فينه؟ ندعسه بالسيارة. سيارة حنطت. طلع 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 خرجت.
فلت صدمتك والله. سمعت ديشك. عبي دم بسرعة، عبي دم زوم. وانا الصندوق حقك انا بشيله لك كله. في شنطة ثلاثة تعرفوا ده وبس، ما فيش اي حاجة غير الشنطة الثلاثة، خدها. هذا ما نحتاجوش. وفي كمان تريك، وفي كمان مدري ايش، وفي في واحد هونيك جاي. فين فين؟ 25. وين السلاح؟ اقسم بالله من غير قصد، اقسم بالله. طيب ليش تموت؟ ليش؟ والله ما ضربتني. اضطرت. فين معنا سيارة مليانة بترول. انا بموت، انا بموت. ربي دمك. ما عنديش دم غير الاخضر. انت طيب. والله ما لي علم. مش تصدمني. يلا يا عبد الاله والصواقة، هات يا طلع الترحام استعدي كمان، هات يا عبد الاله هات. سرع سرع بالشفت، سرع. ايوه واقف في القرية. يلا يلا طيب. طب ما لو شوف الطريق. عشان دبل 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 بالجيب. في ناس قدامنا بيتراوا. اوف انا امشي 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 امشي. ها؟ اوف دم دم. كلنا بنركع الاثنين. ما فيش معك دم. بجيب لك معي باب واحد. ها؟ بجيب لك باب. بسرعة قبل ما ينقص دمينا. طيب سوق 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 دخل احنا اللي داخل. دخل احنا هنا في ناس. هرب. لما نعدي. الله ما ترحم. الله ما ترحم. يلا طيب. خلنا زيد زيد دخل دخل. واحد 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 والله بيقري.
هرب نقتله. ارجع له ارجع له والله ننزل انا وانت نقتله. دخلنا دخلنا في البيت. شوف الدقانة عندي مش حلوة. شوفها شوفها دروب ثالث الليل ده المعلم هات المعلم لو لا كلها دروب ثالث صبر 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 شلنا المدروب وفي 15 واحد وينك؟ خلاص رح نفذ انا من هون عشان نرمي البابا الله اكبر ثاني تعال تعال شوف انا خليت هنا خنبقت في الدقة. تعال شوف هذا خليته هنا ها اصبر اصبر نرمي اسمه ذي احسبها انت بياض انت عميت نفسك والله ما اشوف اه واحد 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 كل قتلته معي 300,000 رصاصة ما نقدر نشتيبه هذا الدروب لي هذا بور فين الدروب الثالث؟ انا مش عارف لا خلاص باقي الرصاص خلاص الله اجري قتلته؟ ابن الكلب ايش تعال اقرا هذا اشتي هنا لا 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 ليش بيجيبوش في الخريطة ان ادوك جنبك انا مش عارف الدرب الثالث فين باقي لنا 7 أشخاص يلا خلينا نفوز في الجيم ها نمشي سوا نمشي سوا
تعال 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 ندخل نص الدائرة، تعال ما بين الطاقة ما نجري، تعال. كم معي رصاصة؟ وينهم؟ شفته 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 في البيت، في البيت. بس في البيت هنا. 220 في البيت. عشق عشق. انت فينك؟ انتبه. شوفوني في الجبل، ممكن يكون في الجبل. وفي البيت هذا فيش واحد بس. شفته طلع فوق في الدور الثاني. ها في البيت هذا فين؟ خليه بيخرج بيخرج. دكو خرج 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 خرج. شفته الشر يا ابن الكلب. اوه كنت بطحت ابوه. خلاص مات، بس احتسب لك لانك انت اول واحد اللي رميته. باقي واحد بس. شفته؟ ميتر وكم؟ في الجبل فوق الجبل. ميتر وكم؟ حسن الجبل اللي هو 265. شايفين فين الذهب؟ ايش قيمته بالظبط؟ متخبي ومتخبي في البيت. هو بيخرج الآن من البيوت.
شغلك حلو. سمعتك انت شغلت هذا. خلص شو مبين؟ شغل السيجارة. شو وقت الآن؟ كم باقي واحد بس؟ قتلته في الراس اقسم بالله اخر طلقه دبق انا ضربتك حقيقه انتهت المباراه. وانا يا شباب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا بالدعم باللايك. سلام. طيب خلاص عليكم السلام. عليكم اليوم لعبه واحده تعبانه. طق لايك.